الاحساس ديالي هو انني كنلعب في احسن فريق اللي كاين في المغرب, وهذا الطموح ديال اي لاعب اللي كاين في البطوله كيحلم باش انه يلعب فريق الرجاء. والحمد لله انني وصلت لنا الطموح هذا, وكنتمنى انني نطور المستوى ديالي مع فريق الرجاء البيضاوي. الدافع اللي خلاني نوقع فريق الرجاء البيضاوي, وإلا شتي راه فريق الرجاء البيضاوي النص ديال اللاعيبه راه صحابي, راه العائله ديالي الثانيه من بعد فريق المغرب التطواني. كما كتعرفوا عندي واحد العلاقه طيبه مع اللاعبين ديال فريق الرجاء, وكما كان الهضره اللي دايره في المغرب تيقولوا راه احسن جروب اللي كاين في المغرب. هذا هو اللي خلاني انني نسمح في كل شيء ونجي فريق الرجاء البيضاوي. لحد الان الطموحات ديالي اللي مرسومين عندي هو انني نحقق معاهم كوب ضرب ان شاء الله, وكوب افريقيا ان شاء الله, وان شاء الله بطوله هي. بعد الطموح ديالي هو كوب ضرب وكوب افريقيا هما الاول ان شاء الله, وندوزوا البطوله ان شاء الله يا رب. اول حاجه كنشكر جمهور فريق الرجاء البيضاوي قبل ما نسيني في الرجاء في مواقع التواصل انهم كبروا بيا بزاف, تشوني ان باش نجي لفريق الرجاء ما غاديش نحس بواحد النقص. هما اللي عطاو لي الفكره الاولى باش نجي فريق الرجاء البيضاوي, كبروا بيا بزاف من واحد الدرجه اللي ما تصورش, و 50% هما اللي خلوني نختار فريق الرجاء البيضاوي. كنشكرهم بزاف, وكنوعدهم بهذا المنبر هذا انني غادي نقدم اضافه مع فريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله, وان شاء الله كنتمنى منهم انهم يساندوا الفريق بحال ديما. كنشكرهم بزاف, ديما راجع.